بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إبراهيم مشعل، والنهاردة هنتكلم عن اليوم السابع من برنامجنا إدارة المشروعات الاحترافية BMB. النهاردة هنتكلم عن البروكيورمنت مانجمنت أو إدارة التوريدات. البروكيورمنت مانجمنت هي إدارة توريدات المشروع. توريدات المشروع مش بس مشتريات المشروع، توريدات المشروع هي أي متطلبات بحتاج أوردها للمشروع، سواء عن طريق الشراء أو عن طريق الإيجار، سواء كانت سلع أو خدمات أو نتائج معينة. علشان أدير عملية البروكيورمنت مانجمنت لازم أمر بأربع مراحل. أول مرحلة هي عملية تخطيط لموارد المشروع وتخطيط لتوريدات المشروع. بعد كده بعمل كوندكت بروكيورمنت، يعني عملية إن أنا بنفذ وبستحوذ على البروكيورمنت دي، بوردها للمشروع. بعد كده بعمل كنترولينج للبروكيورمنت، ببتدي أتحكم في توريدات المشروع، في العقود، في المواصفات، في ازاي البروكيرمنتس او التوريدات اللي تمت للمشروع بتتم وفقا للعقود والاتفاقيات اللي تم ابرامها مع السيرفيس بروفايدرز والسبلايرز. اخر مرحله ان هي عمليه كلوز البروكيرمنت، الادمنستريتيف كلوجر للعقود والبيمنتس والابديتنج للريكوردز، ونسجل دوكيومنتنج ليسون ليرند، عمليه اغلاق البروكيورمنت. قبل ما نتكلم بالتفصيل عن خطوات اداره توريدات المشروع، في بعض المفاهيم المهمه لبعض المستندات او لبعض العمليات محتاجين نعرفها علشان نقدر نفهم ازاي هندير توريدات المشروع. من بعض المفاهيم اللي عندنا، اول حاجه ميك اور باي اناليسيس. لما بيكون عندي احتياج لتوريد شيء معين للمشروع، الشيء ده ممكن ان انا انفذه داخل المشروع او ان انا اشتريه جاهز من سبلاير معين. يعني على سبيل المثال، لو في سوفت وير معين انا محتاجه عشان يتراك جزئيه معينه داخل المشروع، يا اما هشتري السوفت وير ده يا اما هبيلد السوفت وير ده. لو عندي اي تي ستاف عندهم ديفلوبمنت كابابيلتيز، هشوف هعمل ميك اور باي اناليسيس وابتدي اقارن ما بين تكلفه تنفيذه وتكلفه شراء البرودكت او السيرفيس دي جاهزه. السورس سيليكشن كريتيريا هي المعايير اللي انا بناء عليها باخد قرار التوريد. المعايير دي ممكن تكون سبجكتيف ممكن تكون اوبجكتيف. يعني ممكن على سبيل المثال لما باجي اقيم برودكت معين او سيرفيس معينه، بقيمها بناء على الكاستمر اللي بيبروفايد، الخبرة بتاعته، قدرته على التنفيذ، واحيانا بقارن المنتج نفسه عن طريق السبيسيفيكيشنز اللي موجودة في المنتج والمواصفات، هل هي مطابقة لاحتياجي او لا. البيدر هو الشخص اللي بيطرح مناقصة، يعني ممكن نقول ان هو بالنسبة للناس اللي هتقدم هو الكاستمر، هو اللي محتاج الخدمة، فهو هيطرح مناقصة والناس هتبتدي تقدم عطاء علشان تعرف تقدر تنفذ المشروع ده وفقا لجزئية او للبروسيجرز الخاصة بالمناقصات. طبعا كل مناقصات، في مناقصات بتكون للقطاع العام والقطاع الخاص. غالبا المناقصات داخل اي دولة بيكون ليها معايير معينة وجهات بتحط المعايير دي بحيث ان هي تمشي وفقا لإجراءات واضحة وفير، وتكون بتطبق على جميع المناقصين بالتساوي. في عندي عملية اسمها request for quotation. لما بيكون عندي احتياج لتوريد شيء معين في المشروع، مش بنزل اشتريه مباشرة. انا احيانا كتير علشان انفذ عملية الشراء لازم اخد مجموعة عروض اسعار من اكتر من provider، من اكتر من supplier، وبعد كده اقارن عروض الاسعار دي مع بعضها. فانا لو هطلب عرض سعر فقط هطلب كوتيشن، فببعت دوكيومنت اسمها ريكوست فور كوتيشن، بحط فيها المواصفات اللي انا محتاجها للمشروع، للبرودكت اللي انا محتاج اورده للمشروع او السيرفيس. بيكون في البروفايدر بيبعت لي بس الكوتيشن فيها السعر فقط ورقم الموديل او اسم الخدمه. انما لو عايز تفاصيل اكتر من البروفايدر ببعت له ريكوست فور بروبوزل. ريكوست فور بروبوزل هو طلب عرض فني، انما الكوتيشن هو عرض تسعير فقط.
في البروبوزال بيكون فيه جميع المواصفات الفنية للسيرفيس او للبرودكت اللي انا بشتريه. ريكوست فور انفورميشن دي كوميونيكيشن ليتر بيكون بيني وبين السبلاير او البروفايدر، بحيث بيكون بيني وبين السبلاير او البروفايدر بطلب فيه معلومات معينة عن طريقة التعاقد، طريقة الدفع، مواصفات معينة مش موجودة في البروبوزال، فببعت ريكوست فور انفورميشن عشان افهم شيء معين. انفيتيشن فور بيد او الاي اف بي دي برضو كوميونيكيشن كوميونيكيشن مسج بنبعتها علشان خاطر الناس اللي هتقدم في البيدر في البيد اللي احنا هنطرحها، في المناقصة اللي احنا هنطرحها، نبعت لهم انفيتيشن ان هما يبتدوا يقدموا عروض بتاعتهم وييجوا يحضروا الجلسات الخاصة بمواصفات المطلوبة للمناقصة. التندر والبيد، التندر والبيد هما الاثنين يعتبروا شيء واحد، تمام، بس في عندي شيء اسمه مناقصة وفي شيء اسمه مزايدة. في شيء انا العميل بيطرح الشيء للبيع او طرح المزايدة، بيطرح الشيء للبيع والناس بتطرح فيها اعلى سعر، واعلى سعر هو اللي بينفذ وهو اللي بيشتري في المزايدة. اما في المناقصة بيكون العكس، المناقصة بيكون ان العميل بيطرح سيرفيس مطلوبة او طالب الخدمة بيطرح سيرفيس مطلوبة والسبلايرز بيبتدوا يقدموا عروض، واقل سعر هو هنا اللي بينفذ طبعا مع الحفاظ على مواصفات المنتج او مواصفات الخدمة تكون في افضل شكل. الفيندور بيد اناليسيز هي عملية المقارنة ما بين الفيندورز اللي انا هينفذوا عندي التوريد اللي انا طالبه. الفيندور اجريمنتس، الفيندور اجريمنتس هي عملية الاتفاقيات اللي بتتم في البداية بيني وبين الفيندورز او السبلايرز، وممكن يكون في منها نوع من الدوكيومنت اسمه ليتر اوف انتنت، نوع من الاجريمنتس، تمام، وهنتكلم عنه. الفيندور اجريمنتس هي اتفاق بيني وبين احد الموردين، على سبيل المثال لونج تيرم اجريمنت، ممكن يكون في اتفاق بيني وبين مورد مادة خام الحديد او الاسمنت لو انا شغال في قطاع المقاولات، على مدى 6 شهور بسعر معين. مثلا ممكن يكون في حد بينفذ خدمة هتفق معاه على مواصفات معينة، ممكن يكون في منتج معين في حد هو اللي بيستورده فانا متفق معاه على كميات معينة يوردها لي كل فترة. كل ده بيكون في الفيندور اجريمنت، بحيث ان يكون في اتفاق طويل الاجل بيني وبين الفيندور يورد لي كميات معينة او باسعار معينة او بمواصفات معينة على فترة طويلة، بحيث ان انا لما يبقى عندي مشروع جديد مش كل مشروع ابتدي ادور على بروفايدر واعمل اجريمنت جديدة على المشروع، لا، بيكون عندي لونج تيرم اجريمنت. البرايم كونتراكتور والسب كونتراكتور، احيانا كتير لما بيكون في مناقصة والمناقصة بترسل على احد المنفذين، المناقصة بترسل على البرايم كونتراكتور، على الشخص الاول هو اللي رسيت عليه المناقصة. احيانا كتير الشخص ده ما بيكونش عنده فريق عمل كافي او مش بيكون عنده الكابابيلتي انه ينفذ كامل المناقصة، ولكن بينفذ المناقصة تحت مسؤوليته وبيعمل عملية تعهيد لبعض الموردين بنسميهم السب كونتراكتورز ان هما ينفذوا اعمال معينة. يعني ممكن انا كشركة مقاولات اخد مناقصة انشاء مبنى معين وتجهيزه، فبالتالي ما عنديش ستاف للكهرباء، ما عنديش ستاف للميكانيكا، فبالتالي بعمل تعهيد لجزئية الكهرباء والتوريدات الكهربائية لشركة تانية وبيتم تحت مسؤوليتي انا ككونتراكتور، وبيكون هو السب كونتراكتور في المشروع. هنتكلم النهاردة عن الفيكسد برايس كونتراكتس، الكوست ريمبيرسبل كونتراكتس، والتايم اند ماتيريال كونتراكتس. دي اشهر 3 انواع في العقود، ازاي هنقارن ما بينهم وامتى ناخد قرار كل واحد فيهم وفين الريسك في كل واحد فيهم، هل هيكون على الباير ولا على السيلر. الليتر اوف انتنت اتكلمنا عنه، هو عملية شهادة نوايا ان انا بقى في عميل او في جهات محتاجة ان هي تنفذ مشروع، المشروع ده هيكون حاليا تحت الدراسة او تحت عملية الريسيرش، فبالتالي لازم يكون في نوع من انواع ان يكون في نية تنفيذ للمشروع. ف
الأطراف بيعملوا اتفاق معين إن هما ينفذوا المشروع وفق مواصفات معينة، ولكن الاتفاق ده بيكون غير ملزم للتنفيذ، ولكن ملزم في بعض الأشياء التانية. يعني على سبيل المثال يكون ملزم في الحفاظ على سرية عملية البحث وعدم إفشاء الأسرار، يكون ملزم في جزئية توفير بعض الموارد معينة لعملية البحث وهكذا. التيرمينيشن كلوز أو عملية إلغاء التعاقد، يعني لما بنكون أنا عندي مورد معين وبيني وبينه كونتراكت، بيني وبينه تعاقد، وحصل إخلال بالتعاقد. فالإخلال بالتعاقد ده وصلنا لمرحلة إن إحنا خلاص هنعمل عملية فسخ للعقد. طيب عملية فسخ العقد ده بيتطلب عليها بعض الشروط الجزائية وأحيانا التصعيد للمحاكم. فبتبتدي بعملية الميديشن، إن أنا بوصل وسيط، أو بجيب يعني أنا في البداية خالص بدخل وسيط بيني وبين الكونتراكتور اللي بيني وبينه كونتراكت، ولو ما وصلناش لحل عن طريق الوسيط بنبتدي نصعد الموضوع للمحاكم، نعمل litigation into the courts. طيب نبدأ عملية بلان البروكيورمنت مانجمنت. علشان نخطط لأي شيء زي ما قلنا لازم يكون هنجاوب عن مجموعة أسئلة: مين هيعمل إيه، إمتى، وإزاي، وبكام. لازم يتوفر عندنا الإجابات دي علشان نعرف التايم فريم، نعرف الأوبجكتيفز، نعرف الريسورسز، نعرف الأبروتش اللي هنمشي عليه أثناء الشغل بتاعنا. فبالتالي لازم يكون عندنا إجابات who, do what, when, and how, and how much. الانبوتس في عملية بلان البروكيورمنت مانجمنت هي البروجكت مانجمنت بلان، الماستر بلان اللي معانا من جميع الخطوات اللي فاتت، الريكويرمنت دوكيومنتيشن، والريسك ريجستر، الاكتيفيتي ريسورس ريكويرمنت، البروجكت سكادول، اكتيفيتي كوست استيميت، ستيك هولدر ريجستر، انتربرايز انفيرمنتال فاكتور، واورجانيزيشن بروسيس اسيس. كل الجزئيات دي احنا عدينا عليها في المراحل اللي قبل كده في الست ايام اللي فاتوا. لو في جزئيه مش واضحه نرجع للايام اللي فاتت في الشرح. هنعمل ايه من الانبوتس دي؟ محتاجين اول جزئيه ان احنا بعد ما هناخد ريكويرمنت دوكيومنتيشن والاكتيفيتي ريسورس ريكويرمنت ونعرف احتياجاتنا من البروكيورمنت، نبتدي نعمل ميك اور باي اناليسيس. يعني كل احتياج من الاحتياجات اللي عندنا هنعمل عليه ميك اور باي، هنشوف هل احنا هننفذ المشروع ده او الاحتياج ده داخل فريق العمل ولا هنشتريه من مورد معين. تاني حاجه الاكسبرت جادجمنت، ودي ما بنستغناش عنها اثناء عمليتنا في اداره مشروع. ماركت ريسيرش، لازم نعمل عمليه ريسيرش كامله، ريسيرفي للسوق، ونشوف ايه الموارد اللي موجوده وايه الموردين اللي موجوده وافضل الاسعار وافضل الانظمه في التعامل. طبعا كل ده بيتم من خلال اتصالات، وفي الغالب لازم عشان نقدر نوصل لمعلومات لازم يبقى في ميتنجز زي ما هيكون في كوميونيكيشن. الاوتبوت من عمليه البلان البروكيورمنت مانجمنت بيطلع معايا دوكيومنت اسمها البروكيورمنت مانجمنت بلان. والبروكيورمنت مانجمنت بلان هي عمليه توصيف الابروتش زي ما قلنا والبوتنشال سيلرز اللي احنا محتاجين نشتغل عليهم. طبعا ان انا بحدد في البدايه بس السليكشن كرايتيرياز وجزئيات زي كده. البروكيورمنت ستيتمنت اوف ورك الاس او دبليو، الستيتمنت اوف ورك هي فيها مجموعه ديتيلز بالكميات المطلوبه، الكواليتي ليفلز، البرفورمانس داتا، البريود اوف بيرفورمانس، الورك لوكيشن، ومتطلبات تانية. البروكيورمنت دوكيومنتس بيحصل فيها طبعا ابديتس بعد ما بعمل ميك اور باي، في حاجات انا هعرف ان انا هشتريها وفي حاجات هنفذها داخل، فطبعا هتبقى بره سكوب البروكيورمنت. السورس سيلكشن كرايتيريا دي هتطلع اوتبوت معايا، وقلنا دي المعايير اللي انا بناء عليها بحدد مين الجهه اللي انا هسند عليها بعد كده الاحتياج ده. بعد كده ميك اور باي ديسيشنز، وده طبعا الناتج بتاع ميك اور باي اناليسيز، هيطلع معايا تشينج ريكويست وبروجكت دوكيومنت ابديت. طبعا من اول مره يطلع معانا التشينج ريكويست في البروكيورمنت مانجمنت، لان هنا احنا بنتكلم في البلان البروكيورمنت مانجمنت معايا تانجبل ريكويرمنت، معايا متطلبات بالفعل انا عارفها. ففي البلاننج هنا انا عندي بلان البروكيورمنت عندي تانجبل انبوتس، على عكس الحاجات اللي قبل كده كان كلها عندي معلومات لسه مش ماتيور ان انا اقدر اطلع بيها بشيء واعدل فيه وهكذا. انما هنا وصلنا لمرحله ان انا عندي ريكويرمنت دوكيومنتيشن وريسورس ريكويرمنت
project schedule، كل دي حاجات tangible اقدر اعمل فيها changes. وبعد كده ال project document approvals و project document updates. السورس سيلكشن كريتيريا زي ما اتكلمنا هيبقى فيها معايير معينه زي التكنيكال كابابيلتي، الريسك، التكنيكال ابروتش، الوارنتي الضمان يعني، الفاينانشال كاباسيتي، قدره الشركه على التنفيذ من الناحيه الماليه، قدرتها على التنفيذ من الناحيه الانتاجيه، البيزنس سايز اند تايب، قدر حجم الشركه وتخصصها، الباست بيرفورمانس اوف سيلر، الاكسبيرينس بتاعتهم خبرتهم عامله ازاي، الريفرنسز اللي هي المراجع اللي انا برجع لها، الانتلكشوال بروبرتي رايتس، هل عندهم حقوق ملكيه، هل بيسمحوا لي ان انا استخدم شيء معين بعد كده ولا لا. بعد كده نتكلم عن الكونتراكت. الكونتراكت هو جوفرنمنتال دوكيومنت يعني اكسبتابل قانونيا، مقبوله على الشكل القانوني، ولازم يتوفر فيها خمس عناصر. الفايف element of contract او الخمس عناصر المفروض تتوفر في اي عقد، اول حاجة ان يكون في offer من طالب الخدمة و acceptance من مقدم الخدمة، بعد كده يكون في capacity و consideration و legal purpose، يكون في قدرة و consideration وهدف قانوني. يعني لو خلينا باي جزئية من الجزئيات دي هيعتبر ان البند العقد نفسه عقد غير قانوني و في خلل كبير، يبقى لازم يكون في اوفر الاول من مقدم الخدمه اكسبتنس، يكون من طالب الخدمه كاباسيتي وكونسيدريشن وليجال بيربوس. بعد ما عملنا بلاننج البروكيورمنت مانجمنت بنروح على عمليه تنفيذ البروكيورمنتس دي. الانبوتس اللي معايا ايه؟ اول حاجه البروكيورمنت مانجمنت بلان، ودي لسه طالعه معايا من البلاننج، البروكيورمنت دوكيومنت، سورس سيلكشن كرايتيريا، السيلر بروبوزلز، عروض اللي جايه من السيلرز من البائعين، وزي ما قلنا هيكون في عندي تكنيكال بروبوزلز وفي عندي فاينانشال بروبوزل. التكنيكال بيكون فيه التفاصيل الفنيه كامله، والفاينانشال بيكون فيه متطلبات الماليه وطريقه الدفع الخاصه بالمورد ده. البروجكت دوكيومنتس، الميكرو باي ديسيشنز، Procurement Statement of Work، Organization Process Assets، كلهم قطناهم في المرحلة اللي فاتت ومراحل قبل كده. Tools و Techniques، هنعمل ايه في Conduct Procurement. انا معايا Procurement Management Plan وعارف هشتغل ازاي في Make or Buy Decisions، ومعايا عروض السعر هبتدي انفذ. عشان انفذ محتاج ان انا بداية لو انا هطرح مناقصة بعمل Bidder Conference، بعمل مقابلات مع الناس اللي ممكن تقدم عندي Bidder، بعمل Proposal Evaluation Technique، طبعا بيبقى فيه سيستم للمقارنة ما بين العروض الأسعار بحيث ان الدنيا تبقى فيها ممكن يكون فيه عروض أسعار كتير جدا، فبالتالي لازم في البداية يحصل عملية Screening، عملية مقارنة سريعة واستقصاء أو يعني إقصاء العروض الغير مطابقة، وبعد كده ناخد Shortlisted Proposals ونشتغل عليها، نبتدي ناخد قرار فيها. Independent Estimates اللي هي عملية الاستيميشن من اطراف خارجية محايدة، بحيث ان انا لما اخد قرار في التحكيم لازم يكون من جهات محايدة. اكسبرت جادجمنت، طبعا زي ما قلنا مش بنستغنى عن الرجوع لخبراء البروكيورمنت مانجمنت القانونيين والتنفيذيين نفسهم. الادفرتايزنج، عملية الاعلان، لو انا عايز انفذ البروكيورمنت ممكن لازم اعمل اعلان معين، لو انا هعمل مناقصة او شيء لازم اطرح المناقصة للإعلان العام، أو لو ممكن أنا هعمل تعميد مباشر وهشتري بشكل مباشر ممكن أعمل advertising في أي classified advertising magazine، في أي مجلة معينة فيها إعلانات. analytical techniques، عملية إن أنا بقارن بطرق تحليل معينة. و procurement negotiation، ودي من أهم جزئيات اللي بتحصل في conduct procurement management، وهنتكلم عن negotiation بالتفصيل والسكيلز والتكنيكس اللي ممكن نستخدمها في النيجوشيشن اثناء عمليه البروكيورمنت مانجمنت. فهنا عمليه النيجوشيشن هي عمليه التفاوض بيني وبين الموردين بحيث ان انا افضل اخد افضل مواصفات باقل سعر، افضل كونديشن، افضل بيمنت ميثود وهكذا.
بعد ما بعمل التولز والتكنيكس بتاعه كوندكت بروكيرمنت بيطلع معايا السيلكتد سيلر بالفعل، لان خلاص عملت الاناليسيس بتاعتي وعملت النيجوشيشن، فخلاص اخترت اللي هينفذ فعلا المناقصه. طلع معايا اجريمنت على بنود معينه طلعت من النيجوشيشن ومن الميتنجز اللي حصلت، ريسورس كاليندر ابتدى بعد كده بقيت عارف لو في حاجات هاجرها لفترات معينه هبقى عارف ان انا حاجزها عندي في الوقت، في وقت المشروع عارف ان المعده دي او السياره دي او وات ايفر كان الريسورس ده انا هستخدمه في وقت معين، فبحط الوقت ده على الكاليندر علشان اعرف ان هو متاح في التوقيت ده فقط. التشينج ريكوست بيكون معايا لما يكون في اي تغيير في النيجوشيشن او التكنيكس اللي انا بشتغل بيها. بعد كده المانجمنت بلان ابديتس والبروجكت دوكيومنتس ابديتس بيحصل فيهم ابديتس بناء على ان انا خلاص بقى عندي سيلرز جديده، ممكن غيرت اجريمنت معينه وهكذا، فبيحصل ابديت في البروجكت بلان ابديتس والبروجكت دوكيومنت ابديتس. نروح بعد كده بعد ما عملنا كونداكت بروكيرمنت مانجمنت هنعمل كنترول البروكيرمنت مانجمنت. عمليه الكنترول دايما زي ما قلنا هي عمليه بتكون من اول يوم لاخر يوم، مونيتور اند كنترول بيكون معايا في جميع مراحل المشروع. فبالتالي الكنترول عامه هي عمليه ان انا بقارن ما بين البلان فيرسس الاكشوال، بقارن ما بين المخطط مقابل التنفيذ الفعلي او الواقع الفعلي اللي حصل في المشروع. علشان كده محتاجين ضروري ان انا يكون عندي حاجه او سيستم اسمه ريكورد مانجمنت سيستم. ريكورد مانجمنت سيستم ده هو السيستم اللي بضيف عليه جميع الدوكيومنتس وجميع الريسورسز والاسيتس اللي موجوده عندي، بحيث ان انا اعمل تراكنج لاي تشينج حصل في اي كونتراكت او اي اجريمنت بيني وبين عميل، في توريد ما وصلش في ميعاده، في حاجات وصلت ناقصه، في حاجات مش مطابقه للمواصفات. لازم كل ده بيتسجل في الريكورد مانجمنت سيستم عشان اقدر اعمل تراكنج بشكل سليم. الانبوت في عمليه كنترول البروكيرمنت مانجمنت اول حاجه البلان والبروكيرمنت دوكيومنتس، الاجريمنتس، اللي ابروفد تشينج ريكويست، والورك بيرفورمانس ريبورتس، والورك بيرفورمانس داتا، كلهم عارفينهم وورين عليهم قبل كده. بنروح بعد كده على التولز والتكنيكس بنعمل كونتراكت تشينج كنترول سيستم. يعني زي ما قلنا ان اي اجريمنت مهمه يحصل فيها تغيير لازم تروح للتشينج كنترول بورد، فبالتالي لازم يكون عندي سيستم لاداره التغييرات اللي بتحصل. لو في منتج وصل غير مطابق للمواصفات ناقص، لازم اشوف ايه اللي انا السيستم اللي انا همشي عليه في عمليه اداره التشينجز اللي بتحصل دي. لو حصل مثلا ان في مورد مش متوفر عنده براند معين وهيوفر براند تاني، طب ايه الكليم اللي هيحصل؟ هل هنوافق؟ هل هطلب تعويض؟ هل هيبقى في فروق زياده هدفعها؟ كل ده بيكون موجود في السيستم اللي بيبقى التشينج كنترول سيستم. في الكنترول بروكيرمنت تاني خطوه عندي البروكيرمنت بيرفورمانس بريفيوز. الريفيو هنا عمليه المقارنه والمراجعه والتاكد من ان كل شيء ماشي بشكل سليم. الانسبكشن والاوديتس برضو بيأدي نفس الفكره. الانسبكشن هو عمليه ان انا باخد عينات عشوائيه، والاوديت ان انا بعمل ريفيو او مراجعه لكل الدوكيومنتس والدليفرابلز اللي وصلت من الموردين. البرفورمانس ريبورتنج هو عمليه ان انا بابديت الريكورد مانجمنت سيستم بالريكويرمنت بالبروكيرمنت، هل وصلت في موعدها ولا لا، هل البيمنت بتاعتنا بتدفع في وقتها ولا لا، هل الاجريمنتس اللي بيننا وبين الناس ماشيه بشكل سليم وهكذا. البيمنت سيستم طبعا بنحتاجها جدا علشان عمليه الدفع، سواء اذا كانت ان احنا بندفع بشكل جرادولي او بشكل بالك، فبالتالي لازم يكون عندي سيستم معين متفق عليه مع العميل في البيمنت. الكليمز ادمنستريشن زي ما قلنا، لو العميل في احد لو المورد في احد الصفقات اللي بيني وبينه مورد بشكل غير مطابق للمواصفات، فالكليم هنا معناه هي ان انا بعمل عمليه تعويض، طلب تعويض او طلب استعاضه عن البند ده من العقد، بحيث ان انا يا اما بعوضه ببند زياده، يا اما بقلل من التكلفه، يا اما لو هو تغيير للافضل ليا ببتدي احط في العقد ان انا هدفع مبلغ اكتر وهكذا. طبعا كل ده لازم يخضع للتشينج كنترول سيستم. اخر حاجه الريكورد مانجمنت سيستم، وهو زي ما قلنا سيستم في الغالب بيكون سيستم عباره عن تكنيكال سيستم، المفروض يكون سيرفر
الناس بتشتغل عليه، بتسجل كل بياناتها، يكون سوفت وير يعني، ما يكونش بيبر وورك عادي، لان طبعا الحاجات دي بيبقى فيها تعديل بشكل منتظم. فالافضل ان هي تكون سيستماتيك عن طريق تكنيكال سوليوشن. الاوتبوت اللي بيطلع معايا من كنترول البروكيورمنت اول حاجه الورك بيرفورمانس انفورميشن وتشينج ريكوست، دول ثابتين معايا في كل عمليات الكنترول. بعد كده بروجكت بلان ابديتس، دوكيومنت ابديت، اورجانيزيشن بروسيس اسيتس ابديت. كده انا عملت كنترول بشكل سليم للبروكيورمنت اللي موجوده في المشروع. الخطوه اللي بعد كده هي عمليه الكلوز البروكيورمنت. قبل ما نروح للكلوز البروكيورمنت عايزين نتكلم على انواع الكونتراكت تايبس، والجزئيه دي مهمه جدا وبتيجي في الامتحان بشكل اساسي. عندي كام نوع من انواع الكونتراكت تايبس، عندي الفيكسد برايس والكوست بلس والتايم اند ماتيريال، عندي تلات انواع. كل نوع منهم بيندرج فيه اكتر من تصنيف او اكتر من طريقه في العمل. الفيكسد برايس هو معناه ان انا بثبت سعر التوريد لوقت معين، فبالتالي انا بتفق مع المورد ان هو هيورد لي مثلا الحديد لمده سنه. في الغالب الاسعار بترتفع، فالريسك هيكون على مين؟ الريسك طبعا هيكون على السيلر، فالريسك على السيلر هيكون هاي والريسك على الباير هيكون لو. طبعا الفيكسد برايس فيه اكتر من نوع. اول حاجه الفيرم فيكسد برايس. الفيرم فيكسد برايس هو عمليه ان انا بتفق معاه على فيرم فيكسد، يعني انا هتوردي الحديد برقم، مثلا هنقول ان طن الحديد ب 7000 جنيه، فبالتالي لو طن الحديد زاد انا مش مسؤول عنه، تمام؟ انا هشتري منك طن الحديد ب 7000 جنيه لمده كذا من الوقت. طيب في عندي نوع تاني اسمه فيكسد برايس وذ انسنتيف فيز. يعني الفيكسد برايس وذ انسنتيف فيز بيكون فيه مصاريف تحفيزيه، يعني هقول له انا هشتري منك طن الحديد ب 7000، ولكن انت لو وردت لي كميات معينه في توقيت معين قبل ما احنا يعني مثلا انا متفق انت هتورد لي 10 طن في الشهر، لو وردت لي مثلا 20 طن في الشهر فبالتالي لا انا هبتدي هشتري منك بتكلفه اكتر، تمام؟ فالتكلفه الاكتر دي بنسميها انسنتيف فيز، تمام؟ طيب في حاجه ثالثه اسمها فيكسد برايس ايكونوميك برايس ادجستمنت. يعني لو الكونتراكت بيني وبين المورد على مدى 5 سنوات او 6 سنوات واسعار الحديد احيانا بتزيد بطريقه غير منطقيه كبيره جدا، فبالتالي لازم يكون في تعديل حسب اسعار الحديد في الاقتصاد العام، يعني حسب سعر الحديد في البورصه بتاعته. فبالتالي مثلا لو انا هقول ان سعر الحديد في البورصه زاد 200%، يبقى لازم ان انا اكون رابط السعر ده ب بعمل ادجستمنت بالزيادات اللي حصلت في الاقتصاد بشكل عام. دي ثلاث انواع في الفيكسد برايس كونتراكت. تاني نوع اسمه الكوست ريمبرسبل او الكوست بلس، مشهور عندنا ان احنا بنسميه الكوست بلس، اما الفيكسد برايس بنسميه اللامب سام كونتراكت. الكوست بلس هو ان انا بشتري المنتج للعميل، يعني المورد بيشتري المنتج وبيحاسب العميل بالسعر اللي هو اشترى بيه مع اضافه فيز معينه او نسبه معينه من ربحه. فبالتالي لو السعر زاد اللي هو ملوش دعوه، هو مش مرتبط بزياده السعر، اللي بيدفع السعر هو الكاستمر، اما المورد في الغالب ما بيكونش عليه اي ريسك. طيب الكوست بلس في كام نوع؟ في 5 انواع. اول نوع اسمه الكوست بلس وذ فيكسد فيز. الكوست بلس وذ فيكسد فيز ده بيكون ثابت، انا بتفق معاه ان انا بشتري الحديد مثلا او الاسمنت او وات ايفر كان البرودكت بنسبه مكسب 20%، فهو اشترى كتير اشترى قليل مش هتفرق، اشترى النهارده اشترى بكره برضه مش هتفرق، انا بكسب 20% مع كل عمليه توريد. فبالتالي الخطر طبعا بيكون على الباير اكتر من السيلر، لان في الغالب الباير يقول لا طب اشتري كميات اكتر، لان لو السعر زاد يبتدي الريسك هيكون عندي كبير. الكوست بلس انسنتيف فيز نفس فكره الكوست بلس الفيكسد برايس وذ انسنتيف فيز، ان انا بقول له طيب انا هورد ب 20%، ولكن لو وردت في وقت معين قبل 6 شهور معين كميات معينه، لا انت هديك مش 20%، هديك 30%، فال 10% دي تعتبر انسنتيف فيز للانجاز المبكر. الكوست بلس وذ اورد فيز كونتراكت. الاورد فيز كونتراكت دي بتكون غير ملزمه للكاستمر في الغالب،
وبتكون متروكة لتقدير الكاستمر. فبالتالي لو المورد بيورد حسب الاتفاقيات ووفى بالشروط كلها، المفروض ان الكاستمر بيقيم الخدمة وبيديله اورد فيز، يعني بيديله مكافأة اضافية فوق تكلفة المشروع. الكوست ريمبيرسبل والسيلينج لازم يكون في هنا جزئية، ان لازم ان انت هتورد لي وسعر الحديد انت هتورده لي مثلا ب 5000 مثلا الطن. فبالتالي لما يجي السعر يزيد عن 8000، انا مش هزود عن 8000. يعني لو سعر الحديد بخمسة هتوردوا لي بخمسة وتاخد 20%، بتمانية هتوردوا لي بتمانية وتاخد 20%، لو بتسعة برضو هتوردوا لي بتمانية وتاخد 20%. فانا مش هكون مسؤول عن الزيادة فوق السقف ده. فهو السيلينج ان يكون في كونتراكت بيني وبين شخص معين انه هيورد لي بفيز معينة، ولكن في سقف للزيادة. الكوست ريمبورسبل والشورت والشير كوست سيفنج، الكونتراكت ده حلو قوي. ليه؟ لان هو بيشير الريسك ما بين ال او بيصير بيشير البينيفيت ما بين الباير والسيلر، بحيث ان لو السيلر وفر في تكلفة الشراء بيكون له بينيفيت اكتر، فبالتالي بيوفر للكاستمر بالمرة. يعني هو بيوفر للكاستمر وبيدخل لنفسه مكسب اضافي. ده بنسميه الكوست ريمبورسبل والشير كوست سيفنج. يعني لو انا بشتري منه سعر الحديد ب 8000 الطن، وهو راح اشترى سعر الحديد بخمسة، فبالتالي هو المفروض هياخد 20% على الخمسة، انا هديله فوق ال 20%. تمام. المبلغ اللي هو وفره لي عن الفرق ال 8000 ده هعمل الشيرنج للبنفيت بيني وبين المورد. اخر كونتراكت هو التايم اند ماتيريال كونتراكت. والتايم اند ماتيريال كونتراكت ده هو المقارنة، او هو عملية توريد وظائف معينة او سكيلز معينة او خبرات معينة لبعض طالب الخدمات. يعني لو وزارة معينة محتاجة كونسلتنت واخدت بعض الكونسلتنت بتحاسبهم بالوقت بالمان اور، فبالتالي ده بنسميه تايم اند ماتيريال كونتراكت. وده طبعا بيكون الريسك طبعا على الباير، لان في الغالب الباير لو طلب مهام من الكونسلتنت او ما طلبش، كده كده بيكون دافع الخدمة. فلازم يكون الكونتراكت واضح الطلبات اللي محتاجها الباير في البداية جدا علشان يقلل الريسك عن نفسه. التايم اند ماتيريال كونتراكت ممكن يكون في برضه في شكل العمليات الجراحية. يعني انا مثلا في اهل المريض لما بيكون في عملية جراحية بيكون في اتفاق ما بينهم وما بين المستشفى، اي احتياج للعملية اثناء العملية بيتم دفعه من خلال باير، فده بنسميه برضه تايم اند ماتيريال. فالريسك دايما بيكون على الباير اكتر. ده الثلاث انواع من الكونتراكت: الفيكسد برايس كونتراكت، الكوست ريمبيرسبل او الكوست بلس، والتايم اند ماتيريال كونتراكت. نروح للجزئيه الاخيره عندنا في البروكيرمنت، وهي كلوز البروكيرمنت. بعد ما خلصنا البلاننج، الكوندكتنج، الكنترولنج، بنروح نقفل البروكيرمنت اللي عندنا. ايه اللي بيحصل في الكلوز البروكيرمنت؟ زي ما قلنا، اول حاجه بنشوف الاوت ستاندنج بيمنت او الفلوس المتاخره علينا وعلى الموردين. بعد كده بنعمل فاينلايز الكليمز، لو في بيني وبين الموردين كليمز معينه لازم بنقفلها الاول. بنعمل ابديت للريكورد اللي موجوده في الريكورد مانجمنت سيستم، بندوكيومنت الليسون ليرند، وبعد كده بنعمل ادمنستريتيف كلوجر للبروكيرمنت دي. الانبوت معايا في عمليه كلوز البروكيرمنت، اول حاجه البلان والبروكيرمنت دوكيومنت. ايه اللي بيحصل في كلوز البروكيرمنت؟ بيحصل عمليه الاوديت، المقارنه او الريفيوز اللي بتحصل على البروكيرمنت. براجع العقود، براجع التسليمات، براجع المواصفات المطلوبه. بعد كده بنيجوشيت مع الموردين في الكليمز المفتوحه بيني وبينهم. بعد كده بابديت الريكورد مانجمنت سيستم زي ما قلنا، بيطلع معايا الاوتبوت بتاعي كلوز بروكيرمنت واورجانيزيشنال بروسيس اسيتس ابديت. من النيجوشيشن استراتيجيز المطلوبه تكون عند اي حد شغال في بروكيرمنت مانجمنت، لازم يكون فاهم نيجوشيشن ماتريكس. النيجوشيشن ماتريكس ان انا في اي منطقه من المناطق دي بتفاوض، هل انا محتاج اطلع بوين وين ريليشن شيب، ودي طبعا بنسميها كولابوريشن، يعني انا اكسب والطرف الاخر يكسب. طبعا دي بتكون بيني وبين حد، بيني وبينه علاقات على المدى الطويل، لازم يكون انا كسبان وهو كسبان علشان نقدر ننفذ مشروعنا بشكل سليم.
في حاجة اسمها الوين لوز. الوين لوز انا اكسب والطرف الاخر يخسر. ايه هو الوين لوز؟ الوين لوز ان انا لما يكون في بيني وبين حد كومبيتيشن او كومبيت مع حد يعني، فبالتالي الوين لوز ان انا اكسب وغيري يخسر. تمام، هي فرصة واحدة، يعني انا هاخدها يا غيري هياخدها، فالنيجوشيشن بيكون على وين لوز. تمام، في مناقصة معينة وانا بنيجوشيت بين وبين كاستمر، بيني وبين حد تاني منافس ليا، فهي النيجوشيشن هنا بيكون وين لوز. طيب الجزئية التالتة اللي هي اللوز وين، ان انا اخسر وغيري يكسب، يعني انا عايز اخسر وغيري يكسب. طب ده ممكن يحصل فين؟ ممكن يحصل في عملية الاكومنديشن، يعني احيانا في بعض الشركات بيكون في اكتر من شركة تابعة، احيانا كتير بيكون في بعض الشركات بتخسر علشان بعض الشركات السيستر كومبانيز تقوم عشان تكسب، يعني ممكن يكون في عقود بتكسب شركة لحساب شركة وفي النهاية الخزنة واحدة، في النهاية مفيش خسارة حقيقية انما هي خسارة وهمية، ان انا بدفع لشركة تانية علشان تكبر من شركة اولى. تمام، ده الفكرة بتاعت الاكومنديشن، ان انا بخسر علشان غيري يكسب. طيب اللوز لوز ان انا يعني بترك عملية النيجوشيشن خالص وبترك الفرصة، فبالتالي لا انا بكسب ولا غيري بيكسب، يعني انا العميل محتاج خدمة معينة وانا مش هقدمها له وهو مش هيلاقيها غير عندي، فبالتالي انا هخسر وهو هيخسر، فده بنسميه اللوز لوز نيجوشيشن. في بعض السكيلز اللي احنا هنحتاجها نبقى فاهمينها، طبعا السكيلز دي مش ان احنا نستخدمها، ان احنا نفهمها علشان نبتدي نعرف نعمل نيجوشيشن فعال ونعرف نخرج من ممكن نقول الاحتيال في عملية النيجوشيشن. طبعا نحاول ان احنا يعني نكون فير في كل تفاوضاتنا، ان احنا دايما نركز على الوين وين ريليشن شيب، ولكن ان لما نكون بنتفاوض مع بعض الاشخاص اللي هم بيقوموا بعملية الخداع او المكر نكون فاهمين اساليبهم. اول اسلوب اسلوب التباطؤ. التباطؤ هو عملية ان انا بكون بنيجوشيت بتفاوض مع شخص معين وهو يبتدي يأجل يتباطأ في الرد، بحيث ان انا اللي محتاج، يعني انا محتاج الخدمة، فبالتالي انا لو هو تباطأ عليا هبتدي انا اقبل بشروطه. تمام، فالتباطؤ احد السكيلز او احد الاستراتيجيز اللي بيستخدمها بعض الناس علشان يكسب اكتر في التفاوض. العنصر الثاني عنصر المفاجأة، ان مثلا انا بتفاوض مع حد وممكن يقول لي طب انا ممكن اديك خصم 10% ولكن لو وافقت على اللي انا بقوله دلوقتي بالشروط دي بالوضع ده، فبالتالي هو بيديني خدمة معينة ولكن بيفاجئني يقول لي لازم تاخد قرار حالا، فده بيشتغل على عنصر المفاجأة. عنصر المفاجأة ده طبعا اسلوب معين لازم ان احنا نفكر كويس قبل ما ناخد اي قرار، لان اللي بيشتغل على عنصر المفاجأة في الغالب بيكون بيشتغل بسياسة السم في العسل، ان هو بيحط لك بعض بنود انت محتاجها على الوش، وفي النهاية غالبا هو حاطط بنود اكتر بتفيده هو اكتر وممكن تكون بتضرني وانا ما خدتش بالي منها. الجود جاي باد جاي او طريقة الشريك المتشدد، ان يكون في النيجوشيشن يكون في اكتر من طرف، يكون في حد طيب وحد يبان انه شرير. هو في النهاية هو مفيش حد طيب ولا حد شرير، ولكن هما متفقين مع بعض ان في واحد يبان ان هو متساهل وحد يبان انه متشدد، فالناس تروح للمتساهل تتكلم معاه، فيقول لهم المتشدد هو اللي حاطط البنود دي، هو اللي مقفل الدنيا، هي الدنيا كده عشان خاطر هو قافل انا مش متأخر. في حد يشد واحد يلين. تمام، الانسحاب التدريجي قريب من التباطؤ، ان انا بعمل انسحاب تدريجي، يعني هقول مثلا في عملية التفاهم انا بتفق على صفقة كبيرة واقول له طيب بص الجزئية دي احنا مش هننفذها عندك وهننفذها في طرف تاني طالما مفيش تفاوض، وفي الجزئية دي نبتدي ننسحب في جزئية تانية، ننسحب في جزئية تالتة، فبالتالي الانسحاب التدريجي يخليني اكسب ارض اكبر او بنود اكتر في النيجوشيشن. الريفرسال برضو تكنيك تاني اللي هو اسلوب عكس الموضوع، ان انا اكون بتفق مثلا على قطعتين ارض او على مشروعين معينين او على فكرتين معينين، وبعد كده اكون هايلايت على فكرة معينة بحيث ان انا اقول ان الفكرة دي فيها مميزات كتير وطريقة كتير، وبعد كده اروح على طريقة تانية اقول ان انا هنفذ الطريقة التانية دي وارجع تاني ارجع للفكرة الاولانية، ان انا اعكس الموضوع، فبالتالي العميل لما يلاقي ان انا عكست الموضوع يفتكر ان هو هيكسب اكتر، وفي الحقيقة دي نوع من انواع الخداع. تمام،
حدود التفاوض ان هو الليميتس. اكتر الناس كتير تيجي تتكلم معاه يقول لك انا ما عنديش صلاحيات اتكلم في مبلغ اكتر من كذا، انا معايا صلاحيات اتكلم في رقم كذا، اكتر من كده مش هقدر اتكلم، لازم ارجع للاداره او الموضوع مرفوض من الاساس، فانا عندي ليميتس معينه مش هقدر اتجاوزها. وده ممكن يكون حقيقي وممكن يكون برضو زي ما قلنا نوع من انواع الخداع. المخادعه بقى ليها اساليب كتير جدا، تمام، وريليز اند كاتش برضو اسلوب، ان انا معايا مثلا حد معين دي عنده مستحقات وهو عليه ليه بعض الحاجات، فبيكون هو ماسك ليا شيء وانا ماسك ليه حق معين، فبالتالي نبتدي نتفاوض، انت هتديني الجزئيه دي وانا هدي لك الجزئيه دي، انت عليك كذا وانا عليا كذا، لو انت اديتني كذا انا هدي لك كذا. فسياسه ان هي سيب ونسيب او ريليز اند كاتش ان هي جزئيه التفاوض، وكل واحد فيه معاه معطيات معينه بيتفاوض عليها. دي كانت طرق التعامل مع. بهنا نوصل لنهاية السيشن بتاعتنا النهاردة في البروكيرمنت مانجمنت. أرجو إن احنا نكون استفدنا. أي أسئلة ممكن تبعتولي على الإيميل اللي موجود قدامكم، وأشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.